الله تعالى وبركاته. أبنائي أبناء الأولى متوسط، كل شيء مبروك عليكم البيام. الآن حان وقت الجد، مع أنه الإنجليزية مش راحين تهتموا بها بزاف خاصة العلميين، ولكن مادام طلبتوا مني أني نعاونكم راح ندير لكم تلخيص دروس كل هكا أسبوع أسبوعين، راح ندير لكم تلخيص لأهم الدروس. ما قدرش ندير لكم أجور نتوما لأنه والله العظيم كثرت المتابعين مع الرابعة متوسط، الأولى متوسط، الثانية متوسط، الثالثة متوسط، لذلك الدروس تاعكم صعبة، لذلك سنلخص لكم كل من يفوتوا ربع دروس خمس دروس نلخصهم ونحطهم لكم. راح نبداو انه getting through هي اليونيت 1، راح نقراو على الانترنت الكمبيوتر كل شيء متعلق بالانترنت والاورديناتور. عندنا الدرس الاول listen and respond and give instruction using sequencers. instruction هي انك تعطي اوامر وتعليمات. express and justify point of view راح نتعلم كيف نعطي رايي في شخص في شيء ما. express preference and purpose، purpose هو الخيارات، preferences purpose هو الايم اللي هو الهدف، الهدف من عمل شيء ما. make request and appropriate intonation، request هو طلب، كيف نطلب من واحد شيء ما اريده. pronounce two syllable words، syllable word معناتها حين نتعلموا ننطقوا كلمات اللي عندهم two syllable. use comparative form and adjective and adverbs، استعمال المقارنة الادجكتيف الصفات والحال. راح نبداو مع نطلع الكتاب ومن بعد نتوجهوا للدروس وحل اهم التمارين. حليت لكم تمرينين او ثلاثه اللي تحتاجوهم بزاف من الكتاب. عندنا فقط تبداو في الاول هذه تعطيو راي، تعطيو اسماء الكمبيوتر يعني تعلموا كيف تسميو كل جزء من اجزاء الكمبيوتر. انا برينتر اللي هي الطابعه، فلوبي ديسك درايفر اللي تحطوا فيه الديسكات بكري، هاي فلوبي ديسكس. كيبورد اللي هو لوحه المفاتيح. انا ماوس فاره. سبيكر اللي هو الباف بالدارجه ولا بالفرنسي. سكرين هو الشاشه. مونيتور هو اللي كان بالظهر دوك قاعد بلا ظهر. سنترال يونيت هي اليونيتي سنترال، هذه هي اهم حاجه. عندنا هنايا تعطيكم الاستاذه مراحل تتعلموا كيفاه تحلوا، واحد يسقسي كيفاه يبعث ايميل هو ما يعرفش، ترتب المراحل ومن بعد تكتبها فقره. ترتب المراحل كيفاه يدير instructions، هاي select و switch هادو كامل. الامبيراتيف اذا كنتم ما تعرفوش الامبيراتيف قولوا لي ندير لكم عليه درس. الامبيراتيف حاجه سهله، هو الفيرب عندكم مثلا الفيرب تو، فيرب تو بلس فيرب، نحيتو تخلي الفيرب تبدا به، تبدا غير بالفيرب. تفهمنا هذا الامبيراتيف كيف نخدمو بالانستراكشن تعليمات. اوكي عندنا المقارنه بين الميل وسنين ميل. الميل ايميل عادي اللي هو الايميل اللي في الانترنت، سنين ميل هو البريه العاديه اللي تحطها في البريد والمواصلات. عندنا المقارنه بيناتهم كل هذا يعطي رايه. انترفيو اي، انترفيو بي، انترفيو اي، انترفيو بي اللي هو اللي يسالوه كيفاه. مثلا في رايي انا يا ايميل هو فاستر تشيبر less personal، snail mail هو more interesting و less convenient. تفهمنا مثلا هادو تعطيهم كون نتوما تحلوهم حاجه سهله، فهموا برك بلي snail mail هو البريد العادي والايميل هو البريد في الانترنت. ومن بعد نكتبوا على كيف واش كل هذا يكتب، انا درتها لكم هنايا كل هذا كيفاه يفضل انه يبعث الايميل تاعو باغ ايميل عادي، المسجز باغ ايميل ولا snail mail. كل هذا يقول I prefer email and messages to send in them by ordinary email. تقول علاه عندنا الفقرة دوك نديرها. اوكي هذا واش عندنا في الكتاب، قلنا الاكثريه نهضروا على الايميل كيفاه نبعث كيفاه ندير instructions. ها عندنا الايميل منين يبدا منين يخلص، ما تقراو هادو حوايج بزاف على الايميل. عندنا الدروس، اهم الدروس اللي لخصتهم لكم. اولا عندنا have to need to must should، have to need to must should هادو درناه بعملو في البوام. مثلا المثال الاول you have to switch on the computer، you have to switch on the computer to connect you need to connect to the ISP. دركا you have to معناتها يجب عليك، to connect you need to connect، need to plus verb من conjugate و have to plus verb من conjugate واش معناتها يجب. need to فقط هي اقل من have to لانه need to تحتاج الى، تحتاج الى. يو هاف تو تساوي ماست معناتها يجب، باش نشعل باش نكونيكتي يجب اشعال الكمبيوتر معناتها ماشي حاجه يجب.
obligatory need to معناتها يحتاج وشود للنصيحة هي واش لازم دير ماذا لازم عليك دير هما هادو سهلين درناهم من الأول have to plus verb نحيو تو نحط الverb need to كيف كيف المهم تفهمون معنى تحهم باش تستعملوهم حاجة سهلة جدا دركا حل التمرين بيج 19 هذا اللي تحتاجوه اللي هو كيف ابعث ايميل كيف ابعث ايميل ومحبش يهبط اوكي واحد ما يعرفش يبعث الايميل وانت تنعدلو واش لازم دير المراحل اللي هي في هذا الجدول مراحل الجدول هذا واحد يقول لك I don't know how to use a computer to check my email inbox can you help me هل تستطيع مساعدتي نقول له of course first you have to switch on the computer هاني استعملت have to first time sequencers اللي هما اللي نستعملوهم تنظيم تعليمات ما اولا ثانيا بعد ذلك وكذلك درناهم عملوا هذا تاني first you have to switch on the computer then you need to select a nice piece from the menu and the click on email after that you have to sign in the and wait for the connection to your email inbox finally you need to click on read write to check your or send messages استعملنا الحوايج اللي واش لازم يدير وماذا يحتاج انه يفعل به الكونيكتي الايميل تاعو استعملناه باش ننظمو الوحده تاعنا first then after that finally هادو يعطوهم time sequencers اللي نرتبو فيهم instruction تاعنا واش لازم دير اولا وبعد ذلك وبعد ذلك وبعد ذلك في الاخير فهمنا time sequencers استعملناهم هنا راح نستعملوهم في الفقره الجايه ايضا first then after that next ودائما كي يزيد عليك واحد دير the end فهمنا اربط ثاني باند وفي الاخر اخر حاجه ديرها تربط finally How do you prefer to send your mails? هنايا الفقرة الثانية اللي عندنا كيف تفضل أن تبعث الميساجات تاعك؟ هل تفضل أن تبعثهم بار إيميل عادي ولا بار سنين ميل؟ أنا درت الإيميل اللي حبي يدير سنين ميل يدير سنين ميل How do you prefer to send your mails ولا your messages? I prefer to send my messages by email because firstly أولاً email is faster than snail mail هنا استعملنا الكومباراتيف اللي درناها من الاول اوكي email is faster اسرع من snail mail الميل العادي secondly email is cheaper than snail mail finally I prefer email because I like to surf internet finally I prefer email because it I like to surf internet تفهمنا الدرس الموالي هو request اللي قلنا عليه كاين request بكانو كود هل تستطيع كانو كود هل تستطيع وعندنا فيها up و down intonation up و down intonation كان نستعملها في informal وكود نستعملها formal وش معناتها informal وش معناتها formal informal هي غير رسمي غير رسمي مع الأحباء والأقارب نستعملو كان كي راح نطرح سؤال بكان نستعمل كان كي نعود مع أصدقائي والعائلة تاعي كود نستعملها في فورمال كي نعود مع اولدرز الناس الكبار وسترينج بيبل الناس اللي ما نعرفوهمش اوكي كي نجي راح نطرح سؤال على حاجه هل تستطيع مساعدتي كي يعود واحد براني نقولو كود يو هيلب مي نقولش كان يو هيلب مي وانت ما تعرفوش من باب الاحترام نقول كود يو اوكي انا كان يو سبيك مور سلولي بليز كان يو سبيك مور سلولي بليز انفورمال انتونيشن تاعنا اب Could you drive less quickly, please? Could you drive less quickly? ممكن عندك باص تاكسي مع واحد ما نعرفوش نقولوا هل تستطيع أن تقود بأقل سرعة؟ ندير could you لانتوناسيون تجي أبا. درك عندكم واحد التمرين هو هنا. عندي لكم مثال وانتم كملوا في لوحكم. تاهو. Page 18. تاهو. حنا هنا استعملنا الفورمول انفورم كيف نديرو. وهنايا يقول لك هذه الجمله رجعها ريكويست طلب ريكويست هو طلب ترجعها طلب you want someone to type more or less quickly you want someone to type more or less quickly than she does اقل من راه يدير معناتها راح تطلب طالب من شخص انه ينقص في سرعه الكتابه اوكي في سرعه الكتابه ولا التايبين في الانترنت
واش نقولوا له؟ هي you want someone to، نحبس لهنا نحيها، type more less quickly ونحبس لهنا، هذه فقط اللي راح نستعملها type more less quickly. نقول يا كان يا كود، على حسب شكون نستعمله اخي، يا كان يا كود، can you ولا could you type more ولا less، كيما تحبوا تحبوا، لكن ازرف ولا تحبوا انقص، تفهمنا؟ هادو الزوج تخيروا بيناتهم، يا less يا more. هنا تستعملوا كان مع formal، could مع informal. please نقول نستعمل غير هذه، معظم الجمل اللي هادو تخدموا بهم كيما هكا، نحيو you want someone to، تخدموا غير type اللي هو الverb، more or less بلا verb. نقولوا could you type more. الان معنا الدرس تاع purpose اللي هو الهدف، سهل جدا هو هذا. تاني عندنا to، so as to، in order to اللي هو الايم اللي هو الهدف، لماذا اقوم بالفعل؟ لكي. اوكي okay. I use computer in order to connect to internet، لماذا استعمل كمبيوتر؟ لكي اتصل بالانترنت. she visited a doctor، she visited a doctor so as to have a treatment، so as to have a treatment، راحت للدكتور لماذا؟ لكي تحصل على علاج. I study hard in order to succeed، أدرس جيدا لكي أنجح، هذا سهل. القاعدة تقول to، so as to، in order to، plus verb، وخلاص نحيو to، تحط الverb فقط، ما عندنا حتى conjugation فيها، تفهموا فقط الجملة وتحطوها. النيجاتيف فورم تحوش عندنا، عندنا in order not to plus verb، so as not to plus verb، و not to plus verb. المثال I study hard in order not to fail، أدرس جيدا لكي لا، هنا تجنب هدف، ما تجنب نتيجة، ما تجنب نتيجة، ما نتجنب شيء ما راح يحصل. I study hard in order not to fail. هذا كان أهم الدروس تاع هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم، بليش قادر تقسمه في أسبوعين. ألقاكم بإذن الله في دروس جديدة بإذن الله، وشكرا على المتابعة. اللي عنده أي درس مش فاهمه يحطوا لي في الكومنتس، ولكن صبروا عليا شوية، والله الضغط العامل راني نعم نخدم، ونجي في الدار نخدم برا، ونجي نخدم في الدار، ونزيد ندير لكم الفيديوهات، واليوتيوب باه يطلع فيديو يطلع لك كلمة الفيديو، يعني يبقى على بالك بلي صباح كي هبط تاع البوام، كل فيديو حكم لي ساعتين باه هبط، لذلك احيانا نتوما تطلبوا في الفيديو راهو هابط في الطريق. اللي ما فهمش حاجه يحطها لي في الكومنتس. ركزوا بك مع الاساتذه، والله الدروس تاعكم اسهل مما يكون. شكرا على المتابعه، والى اللقاء.